من النهارده باذن الله حمله للكشف عن تعاطي قائد المركبات للمواد المخدره على الطريق. الحمله عناصرها ضباط اداره البحث بالاداره العامه للمرور وشرطه السريين وضباط من قياده الطريق نطاق الحمله، وكذلك بيبقى معانا وزاره الصحه ممثله في طبيب او فني تحاليل. سيد ضابط المباحث زي ما ظهر كده لحضراتكم بيبتدي بيفحص الحالات هو السادة الضباط، ويتأكد من طبعا من خلال الفحص الظاهري لقائد السيارة. في حال وجود شك لديه ان قائد السيارة بيتعاطى المواد المخدرة بيتم في الحالة دي سحب تراخيص وتجنيب السيارة على جنب من الطريق، ثم اصطحاب قائد السيارة لأخذ العينة. وفي الحالة دي طبعا بيستكمل الفني وزارة الصحة الطبيب الموجود صحبة الحملة من استكمال إجراءات التحليل. هنشوف دلوقتي كده السيد رئيس المباحث أو اشتبه في حالات قدام منه، وهيستكمل إجراءات الفحص اللي هو بصددها إن شاء الله. اتفضل. بيتم تجنيب السيارة. تمام. وهذا الأمر ما بيستغرقش طويلا. في حالة إن ثبوت العينة بتستكمل الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم ثبوت تعاطي قائد المركبة للمواد المخدرة بيتم تقديم الرخص مرة إليه ثانيا، وبيستكمل رحلته هو على الطريق إن شاء الله. حضراتكم دلوقتي بيتم تجنيب السيارة وكل الحالات اللي تم الاشتباه فيها متواجدة، بعدين بالدور قائد السيارة بيمنح العبوة اللي بنحصل على عينة من بولو. تمام. ثم عقب ذلك تقدم العينة للسيد المختص وزارة الصحة أو الفني. في الحالة دي بعد ما بيتم التحليل بيبان لنا ثبوت أو عدم ثبوت تعاطي قائد المركبة للمواد المخدرة. زي ما احنا شايفين قائد المركبة في المكان المعد للحصول على العينة البول، وبالفعل صحبة السيد ضابط المباحث. تفضل. تفضل. هيتقدم بقى للسيد مندوب وزارة الصحة معانا الدكتور أحمد الديب، طبعا هيستكمل بقى الإجراءات. دكتور بيفتح الكاشف. ثم بيبتدي بيسجل بيانات الشخص، وعقب ذلك سيادته بيكمل الإجراءات الفنية في التحليل. الكاشف بيترك في العينة فترة مناسبة لغاية لما بتبتدي تظهر الدلالات على نوع المخدر إذا كان في حالة تعاطي لقائد المركبة لأي نوع من أنواع المواد المخدرة، أو في حالة عدم ثبوت تعاطي للمواد المخدرة. السيد الطبيب بيترك الكاشف ياخد وقته إلى أن تظهر الدلالات الخاصة بالتحليل. يبتدي السيد الطبيب يتفضل يشرح لحضراتكم. الشريط في الكاشف الواحد بيبقى فيه 7 كواشف لسبع مواد مخدرة مختلفة. في الحالة اللي احنا فيها دي مثلا سائق المركبة كان ايجابي على مادتين هما الحشيش والترامادول. بنفس الشكل ده الشريط بيبقى فيه 5 كواشف من الناحية الأمامية واتنين كشفين من الناحية الخلفية. الناحية الأمامية فيه حرفين السي والتي، كل حرف بيظلل قدامهم شريط باللون الأحمر. في الحالات الإيجابية بيبقى التظليل على حرف السي بس والتي بيفضل من غير تلوين. في الحالة اللي احنا فيها ديت زي ما حضراتكم شايفين على أول مادة اللي هي مادة الترامادول، والمادة اللي في النص الكشف اللي في النص ده هو مادة الحشيش. سائق المركبة دي إيجابي على مادتين هما الحشيش والترامادول. عقب ذلك
بيتم سد ضابط المباحث، بتفضل بيحرر المحضر بالواقعة وبيرفق بيه تقرير السيد المختص عام أسفر عنه التحليل، وبتم تحريز هذا الكاشف وعرض المتهم بما أسفر عنه التحليل بالحرز على النيابة المختصة والنيابة بتباشر أعمالها في هذه الواقعة، وهذا الأمر بيتكرر مع كل حالة على الطريق. احنا الحمد لله يعني مكثفين جهودنا بناء على توجيهات سيادة الوزير وسيد اللواء مساعد وزير الشرطة المتخصصة، سيد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور، وفي حالة استنفار تام إيمانا منا بأن هذه العملية بتزيل ضرر شديد جدا على الطرق العامة. ما من منزل أو أسرة إلا ما أصيبت بنتيجة جراء حوادث الطرق في عندنا في مصر. عشان كده إحنا مؤمنين بهذه القضية ومستمرين فيها إن شاء الله لغاية لما تنتهي تماما. مشاهدي برنامج صباح دريم، اهلا بكم في هذه الفقره الخاصه جدا. حابين النهارده ان احنا نتكلم معاكم من داخل احد الاكمنه عن قضيه وقصه رجال المرور اللي دايما احنا بنحتك بيهم، ولكن في تفاصيل كتير جدا مش عارفينها. قانون المرور الجديد وتفاصيل المخالفات والتحاليل المواد المخدره. خلونا نرحب بضيفنا السيد اللواء مصطفى درويش، مساعد وزير الداخليه مدير الاداره العامه للمرور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك ست اللواء، اهلا بحضرتك. وفي البدايه كده عايزين واحنا على ارض الواقع تقييم من حضرتك للحاله المروريه في جمهوريه مصر العربيه بشكل عام. هو انا هكلمكم على الحاله المروريه في الطرق السريعه اللي انا بتشرف في الاداره العامه للمرور بشرف عليها. الحاله المروريه عموما على الطرق السريعه والزراعيه، الكثافات بتبدا عندي الصبح الساعه 7:30 وقت الذروه مثلا على الطريق الصحراوي او الطريق الزراعي او المحور، وبتنتهي الساعه 11. في فتره ذروه اخرى للقادم من مناطق اكتوبر ومناطق الاسكندريه والطرق اللي هي انصراف والعاشر من رمضان، اللي جاي من العاشر من رمضان، المصانع جايه من العاشر من رمضان، دي برضو وقت الذروه بتاعها بيبقى الساعه 5 العوده من المصانع. تمام. فدي اوقات الذروه عندي على الطرق السريعه، فتره صباحيه وفتره مسائيه. طيب المشاكل اللي موجوده حضرتك شايف ان هي ممكن تتحل ازاي؟ يعني هل في استراتيجيه في البدايه كده؟ خلينا نتكلم عن، بما ان حضرتك قلت وقت الذروه، وقت الذروه بيحصل فيه طبعا مشاكل مشدات، كيف يسيطر رجال المرور على هذه المشاكل في وقت الذروه تحديدا؟ هو في تكثيف للضباط على الطرق السريعه والزراعيه، في تكثيف تواجد مروري حتى الناس كلها بتلاحظه. وقت الذروه بالذات يعني بيبقى فيه متضاعف الاعداد الموجوده عشان نحل اي مشاكل موجوده. والحمد لله يعني زي ما انت شايفه في يعني في تجاوب من راكب الدراجات راكب السيارات معانا، والامور ماشيه كويس يعني الحمد لله على الطرق الحمد لله. طيب بعد تكرار الحوادث، حوادث الطرق في الفتره الاخيره، شفنا طبعا حملات زي ما احنا شايفين لتحليل تعاطي المواد المخدره. حضرتك شايف منذ وقوع الحادثه الاخيره لحد هذه اللحظه، هل يعني قل التعاطي ما قلش؟ هل في مثلا تعاون من السائقين؟ ما فيش يعني، عايزين نعرف تفاصيل الموضوع. هو طبعا مجهود تعاطي المخدرات ده بتقوم به وزاره الداخليه، بتحمل جميع ال ثمن الكواشف. يعني لسه وزاره الصحه ما ساعدتناش في الكواشف بتاعت. طب ليه يا فندم ما فيش تعاون ما بينكم وبين وزاره الصحه؟ هو في تعاون مؤخرا، تم في اجتماعات، وفي ان شاء الله هيبداوا هم يوفروا الكواشف بتاعتنا، الكواشف بتاعت الاستدلاليه بتاعت المخدرات. احنا جميع الكواشف اللي عندنا بنشتغل بيها دي الوزاره هي موفراها، وشارين كميات كبيره عشان
يعني نغطي كافة الطرق. في ناس كانت بتقول ان التحاليل دي لسائقي النقل والنقل الثقيل فقط، هل هذا صحيح ولا بينطبق ايضا على سائقي الملاكي والدراجات البخارية؟ بينطبق على جميع سائقي المركبات. انا بحلل الملاكي، بحلل النقل، بحلل السيارة الاجرة، بحلل سائق التوك توك، جميع الدراجة البخارية. طيب. تحليل. هقول حضرتك حاجة، لان في ناس بتقول يعني اي حد ماشي في الشارع حتى لو سايق عربيته ملاكي في اي توقيت هيتعمل له تحليل، هيقولش ده غلط. طيب. بس هيتعمل له تحليل ولا لا في كل الناس؟ هي طبعا هي طبعا حضرتك في ضباط مباحث موجودة معنا في الأكمنة بتشوف حالة الاشتباه وبتفحص الناس اللي هيتعمل لها تحليل. فاي احنا يعني اول امبارح برضو كان في دكتور هنا برضو مش عايزين يعني عن اسمه، برضو جه في حمله من الحملات العينه ايجابيه، كان متعاطي متعاطي وعربيه ملاكي. فالتحليل ده خاص بجميع العربيه، بجميع وسائل النقل الموجوده والسيارات الخاصه. نسبه التعاطي قد ايه؟ لا مش اقدرش اقول لك، احنا يعني مثلا لو حللنا يعني ما بتقلش عن 25%. 25 نسبه كبيره. التحليل نسبه كبيره طبعا. اكثرها كبيرة من مين؟ سواقين النقل. النقل. طيب تجاوزات اللي بتحصل احيانا كثيره من سائقي النقل، خلينا نتكلم عن تجاوزات كل فئه. اول حاجه سواقين النقل بيعملوا تجاوزات، منها ان هم بيمشوا ساعات عكس الاتجاه في الفترات الصباحيه المبكره جدا، بيمشوا كمان على الحاره الشمال ودي مش مخصصه للنقل. بينقلوا حموله ثقيله جدا وبتبتدي تتساقط، بتاذي الطريق وبتاذي العربيات اللي وراها. العقوبات بتاعت الحاجات دي ايه يا فندم؟ هو المادة 76 و76 مقررة و75 شديدة العقوبات بالنسبة للتعاطي وبالنسبة على العكس الاتجاه وبالنسبة في حالة متعاطي المخدرات لا أحدث إصابة وفاة أو عجز كلي عكس الاتجاه نفس الإصابة أو عجز كلي. في القانون شدد بالحبس دلوقتي. إحنا طبعا بنتعامل مع جميع المخالفات، عدم تشميع الحمولة بنتعامل معها، سير عكس الطريق بتعامل معها، السرعات بتعامل معها. يعني عندي حالات السرعات انا على 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 الطرق الاسبوع اللي فات وصلت 24700 وحاجه سرعات فقط، اللي هو الرادارات. الرادارات عندنا في الاداره العامه منتشره على كافه الطرق، يعني كافه الطرق. ناس بتقول الرادارات دي موجوده بس ما بتبقاش شغاله. لا 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 فيش، حضرتك اتفضلي على اي رادار. جيب الكاميرا وادخلي شوفي عدد المخالفات اللي جاي. مفيش طريق فات رادار كتير يا جماعه، نخلي بالنا بقى واحنا ماشيين علشان يعني كل الرادارات اللي موجوده على الطرق شغاله. جميع الطرق اللي موجوده الرادارات شغاله كلها، مفيش طريق في مصر ما فيهوش رادار شغال. تمام. يوميا ده باخد انا يوميا حاله عدد يعني بشوف المخالفات اللي اتسجلت وبتعرض عليا كل حاجه بالنسبه للاعطال في انا توليها شخصيا. الاعطال بالنسبه للرادارات. تمام. لا مفيش حاجه اسمها رادار مش شغال. لا كل الرادارات شغال، كله شغال عندي انا في الحمد لله. طيب ده طبعا بالنسبه لسواقين او سائقين النقل والنقل الثقيل والمقطوره. بالنسبه فندم لسائقين الميكروباص، خطر غير عادي بيهدد ارواح المواطنين، مش بس اللي بره حواليه ولكن اللي موجودين جوه الميكروباص نفسه او جوه هذه الحافله الصغيره. السواق ما بيبقاش مؤهل احيانا كتيره جدا، ماشي من غير نور، من غير مرايات. انا بقول لحضرتك اللي بيحصل على ارض الواقع اللي الناس بتشتكي منه، يعني اكيد لسان حال المشاهد دلوقتي بيقول كده. بيتعامل معاه ايه ده فا؟ يعني احنا بنتعامل مع المركبه، بنتاكد المركبه بنشوف صلاحيتها الفنيه، لازم نشوفها على الطريق. لو صلاحيتها الفنيه لا يعني فيها حاجه بنسحب التراخيص. السواق متجاوز السرعه بنسحب التراخيص، يعني بتتخذ معاه جميع ال هو بيضر بارواح ناس. يمكن احد يعني زمايلنا في احدى القنوات ايضا توفى من حادث زي ده، يعني ميكروباص اتقلب وهو توفى. هو حضرتك مفيش تجاوز لسياره اجره على الطريق احنا بنسيبه. مطمئن. يعني سواء في المركبه او في القائد المركبه، فما نسيبش يعني اي حاله تجاوز في المركبه الاجره ونسيبها. اي مخالفه فيها بناخدها. صلاحيه فنيه بتسحب. عدم صلاحيه الاطارات بتسحب. السرعه بتسحب. عدم التزامه بالسير بتسحب. كل ده
يعني احنا ما بنسيبش المخالفات يعني على جميع المخالفات. طيب. الحمله تبقى على جميع المخالفات. طيب النقطه الثانيه يا فندم بقى، لما بيبقى في لجنه كده ولا كمين واقف زي ما احنا شايفين، بيبقى الشارع زحمه جدا مقفول جدا، وبيبتدي الناس تحاول ان هي تاخد طرق جانبيه، وبتدي تحصل مشادات، بتبتدي تحصل مشاكل. هل في خطه من الاداره العامه للمرور يعني المفروض ان اللجنه تبقى موجوده او كمين يبقى موجود، بس يكون في مكان العربيات تعدي منه، لان الناس بتشتكي ان الكمين بيقفل الطريق خالص. هو حضرتك التعليمات والتوجيهات اللي موجوده بالنسبه لساده الضباط ان الكمين ما يتسببش في اعاقه حركه المرور. فاحنا اغلب الطرق يعني حتى لو بصيتي يعني كثافات الكثافات بتبقى كبيره. طيب. دلوقتي لا تعدى صفين موجودين في 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 في, في اللجنه عشان ما نعطلش الناس ومصالحها يعني. طيب في حاجه كمان جديده شفناها، يمكن خدمه الاغاثه المروريه، وهي حاجه جميله جدا ومشرفه جدا. عربيات اغاثه مروريه جديده يا جماعه، اكيد هنشوفها ويمكن كتير منكم شفتوها على الطرق. كلمنا حضرتك عن هذه السيارات وعلى ماذا تحتوي. هي السيارات دي احنا وفرناها، السيد الوزير امر بتوفيرها لمساعده الناس بالذات فتره اللي هي موجوده على طول، بس احنا كثفناها وفي طريق اسكندريه اثناء فتره الصيف. السياره دي فيها في رقم احنا بنتصل بيه، اي واحد عايز يتصل بالرقم ده بنوجه له الاشاره. ايه الرقم؟ اي رقم موجود بنوجه العربية الاغاثه ليه. يعني لو عايز يسحب العربيه لمكان معين، عايز اصلاح يعني بنقف معاه، عايز يزود الكاوتش معانا مكان بيزود الكاوتش. دي موجوده متوفره، موجوده على طول على الطرق كلها، على كل الطرق السريعه موجودة. بس الطرق السريعه والزراعيه وكل الطرق، يعني كل الطرق. انا عندي 25 سياره متواجدين على الطريق، والسيد الوزير طلب مضاعفتهم. في خدمه بنزين، خدمه فيها لو انت محتاجه بنزين احنا بنديك من عندنا، بنزود لك بنزين. محتاجه كاوتش نزوده، نرفع العربيه ونحطها لك في مكان امن موجودين. يعني عربيه بتقوم بكل يعني المطلوب بالنسبه لسائق المركبه على الطريق. تمام. طيب سياده اللواء، هعود مره اخرى الى الحوادث، ويمكن الحدث الاخير اثر فينا تاثير بالغ، حادث الاوتوبيس بتاع الاطفال مع النقله اللي يعني اصطدموا بعض. بس بعد الحوادث دايما بنشوف ايه، حملات بتبقى مكثفه جدا جدا وبعد كده خلاص. هل الخطه الجديده بتتضمن اكثر من هذا يا فندم؟ لا، هي خطة الوزارة عموما في بالنسبة للتواجد المروري على الطرق ده خطة ثابتة. هو ما فيش احنا متواجدين على طول على مدار 24 ساعة. يمكن هو الإعلام لما بيبقى فيه حادثة بيحب يروح يدور علينا، لكن احنا متواجدين على الطرق، أي طريق متواجدين، عربياتنا موجودة، عربيات الإغاثة موجودة، بننفذ القانون، لا تهاون في تنفيذ القانون. يعني مستمرة على طول، مش بس عشان الحوادث. لا، مستمرين متواجدين. يعني والنتائج بتاعت الاسبوعيه اللي عندي، المخالفات كبيره جدا بالنسبه لتجاوز السرعه وتعاطي المخدرات. يعني عندي خلال الاسبوع بحصر انا المخالفات، فالمخالفات كبيره مرتفعه جدا يعني عموما. يعني هو اللي بيتعاطى يا فندم بيحصل معاه ايه؟ لان كتير من السائقين بيقولوا لا انا هتعاطى وهكمل، يعني هفضل اتعاطى. لا، مش حد هيكمل ده. لو حصل تعاطي وسبب وفاه وعجز كلي هتوصل لدرجه الحبس، فهو لا يمكن يعمل. يعني انا حتى في اصحاب شركات نقل كبيره اتصلوا بيا قالوا ان احنا جبنا السواقين وبدانا نمشي اللي بتعاطى. بداوا يمشوهم. جمعيه النقل البري برضو كلمني المهندس ممدوح قال لي احنا بدانا نمشي الناس اللي بتتعاطى. ففي استجابه وفي مردود كويس يعني. طيب الحقيقه كمان من الايجابيات اللي عايزين نشيد بيها في هذا الموضوع، زمان قوي لو تفتكروا، مش زمان قوي يعني، بس من حوالي خمس ست سنين كنا بنشوف دايما اذا عدى موكب وزير، خاصه وزير الداخليه، بنلاقي الشارع مقفول، بنلاقي الدنيا متقفله، اصل في حد معدي حتى ما نعرفش مين هو اللي معدي. دلوقتي يمكن ما بنشوفش ده في ظل الـ يعني في ما فيش امن كفايه. حضرتك شايف خاصه ان بعض الوزراء وخاصه السيد وزير الداخليه مستهدف، هل التامين الموجود حول وزير الداخليه كافي؟ هو الحمد لله طبعا هو في توجيهات للسيد الوزير شخصيا بعدم الغلق الطرق لاي ركاب. وحتى سيادته مشدد على الركاب الخاص بسيادته. صحيح. عدم غلق الطرق، حضرتك بتشوفيها. يعني حتى احنا لاحظنا فعلا ان ده ما بقاش يحصل. ده توجيهات منه، ده مفيش يعني سيادته وهو متوجه للعمل وراجع من البتاع، مفيش حاجه اسمها غلق طرق. هو بيكتفي بالحراسه اللي مع سيادته، وحراسه مدربه
المقادره ان شاء الله على سلام سيادته ان شاء الله. ومفيش حاجه اسمها غلق طريق لاي موكب يعني. تمام. طب حضراتكم يا فندم دلوقتي الجمعه الجايه انا يعني هتكلم على الموضوع ده لان في الايام العاديه خاصه في ايام الجمعات بيبقى في استهداف من بعض العناصر الارهابيه لكمائن المرور، وطبعا شفنا حوادث واستشهاد بعض الضباط طبعا ربنا يرحمهم. يوم الجمعه الجايه ايه اللي هيحصل فيه ان شاء الله؟ احنا بنطمن الناس يعني لوزاره الداخليه، قطاع الامن الوطني اجهض محاولات يعني كثيره، والدعوات دي كلها دعوات صبيانيه، وان شاء الله مش يعني مسيطرين يعني الوزاره مسيطره على الوضع الامني تماما. وبطمن الناس ان شاء الله مش هيبقى في اي حاجه، ومش اول دعوه هم يدعوا ليها، في دعوات كثيره والحمد لله ما فيش حاجه تمت، والضباط كلها يعني متواجده وعلى كفاءه عاليه، وان شاء الله الامور تعدي خير ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين حضرتك تقول رساله للمواطن اللي معتقد ان هذه الحملات المكثفه متواجده فقط يعني حتى يمر يوم الجمعه 28 نوفمبر فقط. لا 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 لا، التواجد الامني، الامن الوطني فيه ليه شغله، والامن العام ليه شغله، وبتشوفوا النتائج اللي انتم موجوده والحملات وضبط الارهابيين، كميه الارهابيين اللي بتتمسك يعني. لا، في توائم الداخليه طبعا الحمد لله يعني بتادي يعني احسن من اي وقت موجود حقيقي بالحملات والتواجد. التواجد المروري طبعا ده يعني ضابط المرور متواجد، ضابط البحث المتواجد، فبطمن الناس ان شاء الله ما فيش حاجه ان شاء الله والامور كلها الحمد لله. حضرتك اكيد لاحظت ان كان في بعد 25 يناير مشكله كبيره جدا بين ضابط المرور والمواطن، مع ان ضابط المرور ده يا جماعه مواطن برضو زيه وزينا، يعني موجود معانا قريبنا واخونا وصديقنا وجارنا وابننا. يعني بعد كده حضرتك ممكن تقولي الفرق او مقارنه ما بين 25 يناير وبعد لما طبعا بانت احداث هذه الوقيعه، ايه رد فعل المواطن اتغير اكيد ولا بعد ما فهم الحقيقه؟ حضرتك شايف ده ازاي؟ اولا المواطن ده اخويا واخ حضرتك، فالمعامله الحمد لله طيبه جدا، والضباط بيتعاملوا يعني معامله بيعامل اخوه، يعني لو في مخالفه خاصه بيتكلم في حدود المخالفه اللي موجوده، لكن ما فيش اي تجاوز من ضابط. واحنا الحمد لله يعني الناس مقدره المجهود بتاع الضباط، مقدره كويس جدا، ومقدره رد فعل الضباط معاها، فالحمد لله ما فيش اي مشاكل موجوده بين المواطن وبين الضابط في اثناء التواجد في الخدمه الحمد لله. بس الفرق بقى ما بين بعد احداث طبعا 25. هو العلاقه ايه؟ توطدت اكتر، والمواطن عارف دور الشرطه ايه، هو وعارف مين يعني الوقع. عارف كان في وقيعه فعلا موجوده، وطبعا معطياتها كلها معروفه، لكن الحمد لله بعد الثوره الامور يعني بين المواطن والضابط علاقه جيده جدا يعني الحمد لله. تمام. يعني اعتقد ان حضراتكم بتستشعروا ايضا انواع المؤامرات الداخليه الموجوده طبعاً. اكثر لان المواطن بيبقى ماشي الان، اعتقد ان حضراتكم على عاتقكم اكبر يعني اكبر مجهود علشان تقدروا ان انتم تطمئنوا المواطن. بس يا فندم عايز اعرف من حضرتك المواطن كيف يتعاون مع رجل المرور؟ نتعاون معاه ازاي؟ انا عايز المواطن يلتزم بقانون المرور، يعني انا تيجي لي على الطرق انا عايزه يلتزم بالسرعه، ده بالنسبه مثلا للسيارات الملاك يلتزم بالسرعه، العربيه ما فيهاش مخالفات، ازاي الزجاج الحاجب الرؤيه، الاطارات بتاعته سليمه، يعني لما يطلب منه الرخص يديها للضابط يفحصها بنوع من الهدوء. فده كله ده بيصب على صالح المواطن. يعني احنا الناس البلد كلها بتتكلم على الحوادث، لولا تواجد ضابط المرور على الطرق كان الحوادث تضاعفت، لان انا بمنع ايه؟ بمنع اللي سايق بتاع المخدرات، بمنع لما تجاوز السرعه. صحيح بالظبط. يعني ما ده هيعمل لك كارثه، يعني انا لما بمنع عربيه بتاع مخدرات دي انا بمنع كارثه هتحصل. فتواجد ضابط المرور ده طبعا لازم الناس تعرف وتستشعر ان ده شيء ايجابي جدا جدا، انا بمنع حوادث. انا منع حوادث. صحيح. بالاضافه طبعا بتعامل مع الحادثه، بنتقل للحادثه بسرعه، برفع الحادث، يعني كان في تنسيق بيننا وبين وزاره الصحه، دلوقتي من خلال غرفه العمليات في الاداره العامه للمرور. انا على طول بستدعي الاسعاف على طول، يعني ما بتصلش الاسعاف بتصل اسرع من اسرع، يعني دلوقتي انا بنادي على الاسعاف على طول من خلال اتصال مباشر مع الاسعاف وغرفه الاداره العامه للمرور،
بقلل الزمن الفاقد في الوصول يعني. فالحمد لله الامور ان شاء الله على الطرق تكون مطمئنه وامنه ان شاء الله. اكيد جدا يا فندم. وبرضه يعني عايزين ايضا تامين ضباط المرور. يمكن الاسبوع اللي فات شفنا حادث في مدينة الإسكندرية إن ضابط مرور وهو بيستوقف أحد السائقين يمكن نقل وكان عايز يعدي منه فخبط الضابط وهو في حالة خطيرة. الحاجات دي تتعاملوا معها إزاي فن؟ هو حضرتك إحنا أي كمين بيبقى موجود بيبقى فيه تأمين للكمين. جميع وسائل التأمين للكمين موجودة من قوات من أعداد بتبقى موجودة من درجات بخارية. أي تجاوز يعني واحد هاري من الكمين أعرف أنا أجيبه وأعرف استوقفه بعد الكمين. لأن الكمين بيبقى بعد الكمين النقطة اللي احنا بنعمل فيها الكمين بنستوقفه ونسيطر عليه. والحمد لله يعني الأساتذة وجودنا فيه تأمين جيد يعني لينا الحمد لله. أكيد طبعا بنشيد بدور حضراتكم، نتمنى لحضراتكم التوفيق ونحاول يا جماعة نتعاون على قد ما نقدر مع ضباط المرور. في النهاية الموضوع ده كله هيصب في مصلحتنا، لأن فعلا زي ما سيادة اللواء كان بيقول هو بيمنع حادث، بيمنع وقوع حادث، بيمنع مشكلة، بيمنع تلف في طريق أو في مركبة أخرى حتى لو ما كانش الحادث مؤدي إلى موت. أنا في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ورسالة تقدمها للمواطن المصري في نهاية هذا اللقاء. إن شاء الله بطمن المواطنين إن شاء الله يوم 28 إن شاء الله ده يوم عادي جدا جدا، والناس يعني تستشعر الأمن جامد في البلد، ووزارة الداخلية الحمد لله وضع إيديها على كافة الأمور اللي هي هتخل بأمن البلد، وإن شاء الله كده اليوم يعدي بهدوء إن شاء الله. إن شاء الله اليوم هيعدي بهدوء وإحنا مطمئنين طول ما حضراتكم موجودين معنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد اللواء مصطفى درويش مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور. شكرا لك شكرا جزيلا. في حلقتنا الخاصة وهذه الفقرة الخاصة جدا من داخل إحدى أو أحد اللجان في جمهورية مصر العربية، نتكلم عن دور رجال المرور. ولقائنا الآن مع السيد اللواء محمود حسن عطا وكيل إدارة العامة للمرور. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. في البداية طبعا يعني إحنا بنشكر حضراتكم على استضافتنا النهاردة وحضراتكم المستضيفيننا وعلى الدور اللي بتقوموا بيه. بس في البداية فندم يمكن في نقطة مهمة جدا وهي سلوك المواطن مع ضابط المرور، حضرتك شايف ده إزاي؟ بالنسبة لحضرتك المرور عبارة عن مثلث ليه ثلاث أضلاع. الضلع الأولاني اللي هو الخاص بقائد السيارة وهو العنصر البشري. الركن الثاني اللي هو العنصر المادي وهو المركبة، والجزء الثالث الطريق. لو هنركز على العنصر البشري اللي هو قائد المركبة، للأسف إن لو حملنا حص من خلال الأحصائيات الموجودة نجد إن 65% من أسباب الحوادث اللي وقع على الطرق سواء الطرق السريعة أو الطرق الداخلية نتيجة العنصر البشري. اشرح لنا أكتر يا فندم يعني إزاي؟ اللي هو حضرتك قائد المركبة ده حضرتك بيكون سبب في الحوادث نتيجة عدم التزام بقواعد وأداب المرور، نتيجة عدم السير عكس الاتجاه، نتيجة ان في اولاد وبنات بيسوقوا دلوقتي وما معهمش رخص 15 سنة، نتيجة ان هو السير بدون قيادة بدون رخصة تسيير، ان هو بدون تعاطي مواد مخدرة، ان هو تجاوز السرعة، ان هو نتيجة تخطي السيارة في الاتجاه المقابل دون ان هو ياخد حذره او المسافة القانونية بحيث ان هو يترتب عليه وقوع حوادث تصادم، بيترتب عليه مخالفة الإشارة الضوئية نتيجة وقوفه صف تاني، نتيجة وقوفه عكس اتجاه. كل دي عوامل بتسبب في وقوع الحوادث. يمكن حضرات المشاهدين لمسوا خلال الفترة السابقة أن هناك عديد من الحوادث، وهذه الحوادث نجم عنها عديد من الإصابات، العديد من الوفيات، وكانت محل اهتمام
لدى جميع المسؤولين في الدولة، لأن المرور ليس قاصر على إدارة المرور فقط أو ممثل أو وزارة الداخلية، بل المرور هو عبارة عن نسيج متشابك لدى جميع الوزارات. حضرتك شايف الغلطة دي من مين؟ ليه دايما مفيش تعاون؟ ليه المواطن ما بيتعاملش مع رجل المرور، مع ان رجل المرور اكتر شخص محتك بالمواطن، هو في الشارع طول الوقت وبيتكلم معاه طول الوقت وبيتعامل معاه طول الوقت، ايه الثقافة دي جت منين يا فندم؟ والله هقول لسيادتك، ده نتيجة ان مفيش تنسيق ما بين للاسف الوزارات المختلفة، منها وزارة التربية والتعليم مع إدارة المرور. لابد دي نقطة مهمة جدا لازم برضو نشير ليها، ان وزارة التربية والتعليم من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، غير ان احنا نعلمهم كويس التاريخ وتربيتهم القومية، ريت نقطة في التربية القومية ان هم يتعاملوا ازاي مع شرطة بلدهم ويعرفوا هم مين الاول. لازم حضرتك يكون في تنسيق ما بين وزارة الداخلية وما بين التربية والتعليم، بحيث ان هو يتحط مناهج او مادة تخص سلوكيات وقواعد وأداب المرور من رياض الأطفال حتى مرحلة الإعدادية، بحيث أن أنا أفهم وأنمي الثقافة المرورية لدى الطفل. لدى يا فندم دي مبادرة رائعة، يعني إحنا من هنا نطلق هذه المبادرة، ويعني إحنا بنطلب من السيد وزير التربية والتعليم دكتور محمود أبو النصر، طبعا هو استجاب لنا كذا مرة ومتوقعين أنه هو يستجيب هذه المرة كمان في هذه المادة الصغيرة اللي نتيجتها بعد كده هتكون كبيرة جدا. فضل أنا ما بقولش أن هي تكون مادة فيها نجاح ورسوم، لا مش مهم نجاح ورسوم، لكن أنا عايز أوصل معلومة مرورية لدى الطفل، لدى الطالب في المرحلة الابتدائية، لدى المرحلة الإعدادية. لابد أن يكون في تنسيق بينه وما بين الجامعات، بحيث أنه هو متخصصين في إدارات المرور يعملوا ندوات لطلاب الجامعة. مظبوط. للأسف أن هناك يعني الثقافة المرورية لدى الطالب أو سواء الجامعي للأسف غير موجودة بالمرة. صحيح. فدي بيترتب عليها ان الحوادث بتتزايد بصفة مستمرة. لابد ان يكون هناك تنسيق ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة الداخلية وإدارة المرور. ايضا وزارة الصحة او الشكوى دي يا فندم يعني مستمرة، ليه ما فيش تنسيق ما بينكم وبين وزارة الصحة؟ يعني يمكن حضرتك تلمسي ان هناك اهتمام حالي في تعدد مراكز الإغاثة وسيارات الإسعاف على الطرق، لكن أنا بأنادي من هذا البرنامج أن يتعمل كواشف بحيث أن هي تغطي جميع الطرق. لابد أن يكون هناك سيارة متنقلة. كواشف دي دلوقتي مش على حساب وزارة الصحة، يمكن سمعنا هذه النقطة في لقاء سابق. لا، الكاشف حضرتك بيكلف الوزارة 15 جنيه. 15 جنيه فقط. والمفروض أن احنا طبقا لقانون أن احنا الوزارة الصحة العينة الإيجابية بتحصل 10 أمثال الكاشف، فبالتالي هي مستفيدة. لا يعني ما نرميش الحمل دايما العينة الإيجابية اللي هي اللي تبين إن هو تعاطي مواد مخدرة. تمام. لابد إن حضرتك تفعل هذه الجزئية. بالنسبة لوزارة الصناعة لابد إن هي تهتم بالتقنية الفنية للإطارات. للإطارات للأسف ان هي بتدخل البلاد وبتقعد سنين. دي نقطه بقى يا فندم يعني فعلا حقيقه، وبس في بقى نقطه كمان بتحتك بيها المواطن، لما اجي دلوقتي اقول له كده ويقول لي طب ما انا هجيب العربيه سليمه تتبهدل من الطريق. حضرتك راضي عن شكل انا الطرق. بتكلم على حضرتك على الاطارات اللي هي بيتم شرائها من تجار، من التجار بيترتب عليها ان هو بيخزنها. ما هي السليمه يا فندم بتتخرب من بعض، طبعا مش الطريق اللي احنا عليه دلوقتي، بس في طرق كده يعني تانية يعني مكسرة فيها مشاكل، فواصل الطريق مش عارف ايه، طرق موت يعني. بالنسبة يعني انا اقول لحضرتك ان في اهتمام كبير حاليا من الدولة برفع كفاءة الطرق، ويمكن الطريق اللي احنا موجودين عليه طريق اسماعيلية لمس تطوير كبير جدا. هو الطريق ده فعلا يعني واهتمام طريق كويس قوي، بس في طرق تانية تم توسيع شبكة الطرق، بدل ما كان 3 حارات أصبح 5 حارات، و
ومحدد لسيارات النقل الحارة اليمنى بحيث إن هو يتجنب الوقوع الحوادث. في نفس الوقت لا اتلغت فيها الدورانات السطحية بحيث اللي هي اليوترن اللي هو اليوترن اتعمل من حاجة اسمها يوترنات علوية بحيث إن هو ما حصلش تقابل او تصادم ما بين السيارات. دي كانت نقطه بتسبب حوادث كتير قوي، بيبقى ماشي على سرعه معينه وفجاه بيدرك ان اليوتر موجوده فبيلف مره واحده. ويمكن سيادتك تلمس ان حادث على سبيل المثال اللي هو كان محل اهتمام لدى الدوله بالكامل، حادث البحيره ده نتيجه وجود يوترن، واليوترن غير مطابق للمواصفات القياسيه. في تطوير لشبكة الطرق طريق السويس. التطوير ده ممكن يتم بحيث ان احنا نشوف طرقنا يعني شكلها كلها كما نتمنى. عايزين نعرف يعني حضرتك شايف ان ده ممكن ياخد وقت قد ايه بالتعاون معانا طبعا وبالتعاون مع حضراتكم والهيئة نفسها؟ والله بالنسبة لشبكة الطرق هو دي كان توجه من السيد رئيس الجمهورية ان هيتم رفع كفاءة وتوسعة وخلق وشق طرق جديدة حوالي 3200 كيلو متر على مستوى جمهورية مصر. دي بتتعمل طبقا لاستراتيجية معينة ليها توقيتات زمنية. يمكن حضرتك احنا لمسنا فيها طريق اسماعيلية، طريق السويس، طريق اسكندرية شغال، طريق العالمين، طريق وادي النطرون، كل الطرق دي شغالة في توقيتات من حيث التوسعة، من حيث الرفع الكفاءة، من حيث التخطيط الأرضي، من حيث الإنارة، كل ده بيصب لمصلحة المواطن. فأنا حضرتك يمكن من شبكة الطرق يمكن أقول لسيادتك إن هي خلال الفترة القادمة برضو بالتنسيق مع وزارة النقل هيتم تركيب كاميرات مراقبة على كافة الطرق. تمام. دي تنسيق بيننا وبين وزارة النقل. ده إمتى ده يا فندم؟ دي خلال عدة شهور، يعني خلال شهر اثنين بإذن الله. وده بإذن الله هيكون له عائد إيجابي وهدف منه إن احنا نحافظ على حياة المواطنين. مرة تانية يمكن هاخد كلام حضرتك، الحفاظ على حياة المواطن هو دور رجال المرور. أرجوكم السادة المواطنين تعاون معهم شوية، خصوصا إن احنا يعني داخلين على بعض التهديدات. يمكن يوم الجمعة اللي جاية برضو كان في بعض المشاكل والتهديدات. حضرتك أنا مش هقول لحضرتك إيه اللي ممكن يحصل، لأن يعني كل الناس بتقول إنها خلاص المواطن يطمئن، بس حضرتك شايف إن ممكن، هل ممكن مستقبلا بعد كده يحصل وقيعة مرة أخرى بين الشرطة والشعب؟ بإذن الله في تآلف وفي حب وفي الشعب كله فهم القصة كاملة، وإحنا نسيج من الشعب. فأفراد الشرطة ليس بمعزل عن المواطن، إحنا هدفنا وتواجدنا هو حماية أفراد الشعب بالتنسيق مع الجيش. وثقت تماما إن بإذن الله مصر مش هتفضل قوية جدا. أكيد طبعا. بإذن الله بتكاتف رجال الشرطة والجيش وأفراد الشعب. وأفراد الشعب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأتمنى لحضرتك التوفيق في هذه الفترة الحرجة اللي بيمر بها الوطن، وإن شاء الله نمر بها مع بعض كلنا بسلام وأمان. شكرا لك مرة أخرى سيد اللواء محمود حسن عطا، وكيل إدارة العمل. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا ولقائنا الآن من ضمن هذه الحلقة الخاصة عن رجال المرور ودور رجال المرور مع السيد العميد عصام شادي، مدير مساعد المدير العام للمنطقة الشرقية. أهلا بيك يا فندم. أهلا. صباح الخير عليك. صباح. وطبعا حضرتك قبل قليل شرحت لنا موضوع كيف يتم عمل عملية التحليل، تحليل البول في للسائقين. ممكن بس عايزين يعني حضرتك توضح لنا اكثر، انتوا بتشتبهوا في حد مثلا ازاي؟ هل اي حد بتوقفوه علشان يعمل هذا التحليل ولا لا؟ نوضح بس للساده المشاهدين مره اخرى هذا الدور. اتفضل يا فندم. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عناصر الحمله المروريه للكشف عن تعاطي المواد المخدره لقائد المركبات او القياده تحت تاثير المخدر
بيكون شاملة الآتي: ضباط من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، وضباط نظاميين، وعنصر الثالث بيكون معانا مندوب وزارة الصحة الطبيب المختص. طبيب مختص. تمام. بيبقى معانا الكواشف الطبية، وكذلك العبوة اللي بيأخذ فيها عينة البول. السيد الضابط بيتم الاستيقاف بشكل عشوائي في الأكمنة المرورية. بشكل عشوائي ازاي؟ يعني اي حد معدي مش كل واحد بيمر في الكمين بس توقفه. هذا حاجة. لابد ان انا الاول في حالة الاستيقاف بأفحص الحالة اللي قدام مني بشكل ظاهري. حينما اشعر ان هناك حالة من حالات الشك، الشكل العام لقائد المركبة شكله بيبين، اشتبه فيه ازاي؟ بيبان اثار المتعاطي المواد المخدرة، بيبقى له في اجهاد مثلا حوالين عينه، في بيبان هذا الامر على الوجه، على الوجه. ومن خلال الحديث معاه بيبان لسانه ونطقه. هناك الضابط طبعا من خلال العمل فازي واحد يقول لك انا مش نايم كويس مثلا، لا بيبان برضو اثر النوم او وبعدين ناخد بالنا من حاجه، ان المتعاطي الترامادول على سبيل المثال بيتعاطاه علشان يواصل العمل ويبقى مستمر. طبعا ده بيؤدي الى ارهاق شديد جدا لقائد السياره، ومش مطلوب ان قائد السياره يقود وهو في حاله ارهاق. طب انا هقول لحضرتك حاجه، لما تم مناقشه هذا الموضوع، واحنا مش اول ناس بتناقش هذه القصه، يمكن في يعني زملاء كثيرون ناقشوها، سمعنا رد فعل من السائقين غريب جدا وادهشنا جميعا، ان هم بيقولوا لا الترامادول وهذا المخدر، المخدرات الاخرى الشبيهه للترامادول، هي ما هي الا منبهات، واحنا هناخد الحاجات دي وهنفضل نتعاطاها لانها بتساعدنا في الشغل. السلوك ده هنتعامل معاه ازاي؟ يعني روح الناس كده رخيصه للدرجه دي عندهم؟ للأسف هي بتبقى مسألة ثقافة لدى قائد المركبات. اللي عايز أوضحه جزئية المواد المنشطة اللي بيحصل عليها قائد المركبة دي بتخليه بيشتغل يعني بشكل يعني بيحمل كثيرا على الجهاز العصبي لجسمه، وبالتالي بيجي في لحظة من اللحظات ما بيقدرش يقاوم. هو مش فاهم الكلام ده يا فندم. ما هو مسألة ثقافة. أنا في بداية ثقافة أنا حلها إزاي؟ ده هو كده يا إما يقعد في البيت يا إما ينزل وهو متعاطي. لا يعني لازم بجانب الحملات اللي احنا بنقوم بيها على الطرق، لابد من التوعية من خلال وسائل الإعلام. طيب. من خلال حضرتك شايف بصراحة إن التوعية مش كفاية؟ نعم فنم. حضرتك شايف منتهى الصراحة إن التوعية دي مش كفاية اللي موجودة؟ لا ولا حقيقي لمسنا في الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا إن في رد فعل هايل جدا جدا، وبان الأثر أثناء العمل. يعني احنا شفنا كثير من الحالات بيظهر نسب التعاطي تكاد إنها تكون محدودة جدا، لكن طبعا ما أقدرش إن أنا لأنه مش عاطيني إن هو بيور بالنسبة للعينة بتاعته. في الحالة دي طبعا الفني لابد انه يكون متيقن 100% ان الكاشف عاطي النتائج اللي منصوص عليها. طيب اقول لحضرتك النقطة كمان برضو، يعني في ناس بتبقى بتقول لا ده بعد كده يعني هم بيكتشفوا ان هم بيتعاطوا هذا المخدر وبعد كده بيحصل لهمش حاجة، اللي بيتم ضبطه وهو متعاطي او عامل اي مخالفه من هذه المخالفات، بس خلينا نتكلم عن التعاطي بشكل عام بشكل خاص، بيتعامل معاه ايه؟ التو ما احنا اشتبهنا بيتم اصطحاب قائد المركبه على المكان المخصص لاخذ العينه، بيمنح الوعاء وبنحصل على العينه، وبعدين اللي هي العبوه الخاصه بذلك. طبعا ده كله مندوب وزاره الصحه بيراعي اجراءات التعقيم والعبوات مغلفه تماما كل الكلام ده. وبعدين بعد كده الشخص نفسه بيدخل على الطبيب او المختص بالعينه، وبيتم اجراء الفحص بواسطه الكاشف الطبي، وبعد كده السيد الدكتور مختص بيقرا لنا نتائج التحليل
وعقب ذلك إن كان العينة أو التحاليل أثبتت سلبيتها في الحالة دي بينصرف قائد المركبة ويحصل على رخصه ويستأنف. لو أثبتت رحلته. إيجابيتها إيه اللي يحصل؟ في حالة إيجابية التعاطي السيد الدكتور بيكتب لنا نتيجة التحليل وهذا التقرير بيرفق في المحضر ويحرر محضر بمعرفة السيد ضابط المباحث المشترك في الحملة. العقوبة بتاعته إيه؟ طبعا بالنسبة للعقوبة في عندنا في البداية عقوبة الحبس ده بالنسبة للتعاطي المواد المخدرة. حبس قد إيه؟ الحبس من 3 شهور. وعندنا في حالة تعاطي المواد المخدرة ويسفر ذلك عن حادث وفي به مصابين بتزيد يبقى الحبس لا أقل عن سنة. تمام. وفي حالة إذا نتج عن هذا الحادث وفيات أو عاهة مستديمة يبقى الحبس من 3 إلى السجن بقى من 3 إلى 7 سنوات. السجن. مع إلغاء رخصة القيادة وعدم منحه رخصة قيادة مرة أخرى إلا بعد أن يرد يحصل رد قضائي. وفي الحالة دي بنتأكد برضو مرة تانية بواسطة الكلام ده بيتفعل فعلا طبعا يا فندم. طبعا هناك تشديد وتوجيه صارم من السيد الوزير بتفعيل هذا على الأرض. تمام. طيب هل هناك خدمات أخرى؟ يعني احنا ملاحظين ان حضراتكم بتجددوا النشاط أو بتطوروا في نشاط الإدارة العامة للمرور، هل هناك خدمات ممكن المواطن المصري يلمسها في الفترة القادمة على الطرق؟ احنا بطبيعة الحال الإدارة العامة للمرور منتشرة على كافة الطرق نطاق الاختصاص. السادة الضباط على مدار 24 ساعة عندنا خدمات تنظيم حركة المرور في الأماكن اللي بيبقى فيها كثافات حركة مرورية ومداومة المرور على الطرق. بالإضافة عندنا حملات منتشرة بطول الطرق. الحملات السريعة؟ الطرق السريعة طبعا. عندنا الحملات فيها حملات تختص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة وحملات أخرى بأجهزة الرادار لضبط حالات مخالفة السرعة المقررة لكل نوع من أنواع المركبات، بالإضافة لعندنا حملات تفتيش نوعي لضبط باقي مخالفات المرور. يعني إيه تفتيش نوعي يا فندم؟ تفتيش نوعي إن أنا برضو بستوقف بشكل عشوائي بفتش أشوف رخص القيادة ورخص التسيير سارية، أشوف الأمن والمتانة للسيارة، الإطارات. ليه ما فيش تفتيش للسيارة نفسها ولا ده غير قانوني؟ لا لا إذا وجد أي حالة من حالات اللي تدعو للشك بيتم. إزاي المواطن يبلغ عن المخالفات المرورية؟ أي ضابط أي مواطن عفوا يشاهد مخالفة في أي مكان أو يتلاحظ إليه أي شيء على الطريق يبلغنا. إحنا متواجدين على الطرق. إزاي؟ وهناك في رقم؟ هناك أرقام إغاثة. إيه هي؟ 0122 3-4-0. هذا الرقم موجود في غرفة العمليات. طيب معلش أستاذ حضرتك بنقول الرقم مرة تانية. أي مخالفة السادة المواطنين السادة المشاهدين اللي بيشوفونا اللي هيشوف أي مخالفة على أي طريق في جمهورية مصر العربية بالكامل يتصل بالرقم ده 0-122-11-10-3-0. تاني 0-122-11-10-3-0. فضلك. على الفور غرفة العمليات بتبلغ نطاق الاختصاص الجغرافي لقيادة الطريق المختصة، بينتقل للمكان الاختار وبيتم الفحص ويتم ضبط. بيجوا على طول بقى مش كده بقى؟ موجودين على مدار 24 ساعة. هذا بالإضافة ان احنا عندنا خدمات أقوال أمنية بيشارك فيها قطاع المرور بالإدارة العامة للمرور طبعا، برضو بيقوم بالانتقال السريع لأي بلاغات أو أي موقف مروري أو أي موقف أمني بيشارك وبيساهم فيه ربما يحتاجوا القطاع المرور في الفحص. ده بيتم إحنا على مدار اليوم بالكامل ل 24 ساعة. تمام. نحاول ناخد بالنا جماعة من المخالفات، الإبلاغ عن أي مخالفة، وحضراتكم ياريت نحاول نبطل نعمل هذه المخالفات المرورية علشان نقدر نمشي على طرقنا وولادنا يمشوا على هذه الطرق بسلامة وأمان ويرجعوا لكم بيوتكم بأمان. في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. سيد العميد عصام شادي مساعد المدير العام للمنطقة الشرقية، شكرا لك. شكرا.
نرحب الان بسياده الرائد محمد اباظه رئيس مباحث طريق الاسماعيليه بالاداره العامه للمرور. اهلا بك سياده الرائد. طبعا احنا عارفين حضرتك مشغول جدا في الطريق النهارده على طريق الاسماعيليه، بس عايزين نعرف كده، نعرف المواطن من اول ما بتنزل على الطريق كده الصبح ايه اللي بيحصل بالظبط وبتعمل ايه؟ هو طبعا في ظل الظروف الراهنه بتاعت الحوادث وتعدد الحوادث والحوادث اللي هي الكبيره اللي بتحصل على الطرق، فطبعا توجيهات السيد المدير العام مدير الاداره العامه للمرور والسيد اللواء مدير اداره البحث بتكثيف حملات اللي هي حملات الكشف عن السواقين هم بيقودوا المركبات تحت تاثير المواد المخدره. فطبعا في ظل التكثيف ده فاحنا طبعا بنيجي نعمل الحمله، اول ما بنقف طبعا بناخد عينات عشوائيه من السواقين. بناء على ايه بقى يا فندم؟ احنا بناخد يعني عينه، كل اللي كان بيتكلم كان بيقول ان حضرتك بتعمل هذه العينه العشوائيه، عايز اعرف بقى بناء على ايه بتختار كده اللي ماشي ده بناء على ايه؟ معنى كلمه عينه عشوائيه اللي هي بتشمل مثلا سواق ملاكي وعربيات النقل والنص نقل والنقل الثقيل والاوتوبيسات والميكروباصات، يعني عينات عشوائيه من مختلف الفئات. تمام، مختلف السواقين، مش من فئه واحده، مش من فئه محدده اللي هي النقل زي ما الناس بتقول او الاجره بس. سالت خصوصا نفسهم سواقين ان النقل والنقل الثقيل بيقولوا لا دول مش بيعملوا الحملات دي على الملاكي. لا حضرتك يعني احنا من الصبح واقفين على كله، على كل كل انواع المركبات سواء عربيات الملاكي او الاجره او العربيات النقل. ايه اللي ممكن تلاحظه في سائق المركبه ايا كانت هذه المركبه ويخليك تستوقف؟ احنا يعني بناخد عينات عشوائيه بناء على الاشتباه. طبعا احنا كضابط مباحث برضو لينا نظره مباحثيه طبعا، ان احنا بنبص للسواق يعني بننظر، احنا بنناقشه كلام وبنفحص التراخيص بتاعته، فبنشتبه فيه. مجرد ما بنشتبه بناخده جوه على الطبيب اللي معانا في الحمله اللي هو مندوب وزاره الصحه، وبناء عليه هو سيادته بياخد منه عينه من البول، يعمل له بناء عليها تحليل تمام، ويشوف اذا كانت النتيجه هتطلع ايجابيه او النتيجه سلبيه. سمعت عن التلاعب اكيد في موضوع عينه البول ده؟ ما احنا طبعا ما فيش مجال للتلاعب، لان هو بيخش الحمام او بيخش في المكان مخصص للكلام من ده لاجراء اخذ العينه منه تمام. بس ساعات بيجيب عينه من بره يا فندم، يعني هو اللي لا الكلام ده لما يبقى مش في حمله زي هنا، لما يبقى مثلا بيعملوا له الكلام ده في الشركات بره او في حته بره، لكن عندنا احنا بيبقى في مكان مهمن تمام، مكان مهمن بحيث ان هو بيخش مفيش مجال يعني للتلاعب، مفيش مجال ان هو يخش باي حاجه، مفيش مجال ان هو يخش باي حاجه. ان هذا الشخص هذا السائق ايا كانت تمام. المركبه اللي هو بيقودها بيتعاطى نوع من المخدرات تمام. حضرتك بتبتدي بقى تتصرف معاه ازاي؟ لما مندوب وزاره الصحه اللي هو الدكتور بيقول لي ان الشخص ده قاعد بيكشف عليه بالكشف اللي هو الكشف الاستبدال السريع، بيقول لنا ان ده متعاطي ماده مخدره، نبدا احنا بعد كده نتحفظ عليه تمام، ونعمل المحضر اللازم ونتحفظ على الكشف بتاع الدكتور، والدكتور بيعمل لنا تقرير بالكلام ده وبنرفقه بالمحضر اللي احنا بنعمله، ونتحفظ على الكشف طبعا ونحرزه وبنحطه مع المحضر ونعرض الشخص نفسه على النيابه. على النيابه يعني بيتعرض على النيابه بشكل عام. طيب يا فندم، هل دور حضراتكم هنا وفي هذه يعني هذا الطريق مقتصر فقط على موضوع المخالفات المروريه؟ لا طبعا، احنا حضرتك في ايه تاني ممكن كشغل المباحث مثلا مباحث الاداره العامه للمرور، طبعا توجيهات السيد طارق حجاج مدير اداره البحث الجنائي في الاداره عندنا، ان احنا طبعا بنفحص جميع المركبات، في عندنا بنظبط ظبطنا قضايا قبل كده، قضايا تجار في المخدرات تمام، كان في قضيه فيها 80 تربه حشيش تمام، بمعرفه السيد ظباط المباحث بتوع الاداره عندنا. وقضايا يعني مش رخص بس، لا لا مش رخص فقط، لا ولا حملات تحليل بس تمام. بنجيب قضايا تجار في المخدرات، بنجيب عربيات مسروقه، بنجيب عربيات مهربه جمركيا، بنجيب قضايا ثانيه متنوعه كتير جدا. ضبطتوا ايه قد ايه عربيات مسروقه مثلا الفتره اللي فاتت؟ خلينا نقول من شهر. لا هو عددا بس، هو يوميا في ضبط العربيات المسروقه كل يوم، يوميا ان شاء الله باذن الله في عربيات مسروقه بتتظبط وعربيات مهربه جمركيا، مهربه طبعا العربيات اللي دخلت من بعد الثوره دي كده، اللي دخلت من طريق ليبيا والدرجه الاقتصاديه تمام، بتخش طبعا بيضرب لها ورق. في ضبطيات ايه تاني يا فندم غير المخدر؟ يعني في مخدرات اتجار، وفي طبعا العربيات المسروقه عربيات مهربه جمركيا، في قضايا تانية اللي بنجيبها بقى الموظفين والناس اللي هي اللي في وحدات المرور وادارات المرور وكلام من ده تمام، بناء على توجيهات برضه السيد مدير اداره البحث عندنا طيب. بننزل نعمل حملات ونجيب برضه الناس اللي هي اللي بتتفادى اللي ما بتيسرش للمواطنين الاعمال الا مقابل مبالغ ماليه تمام، فبنظبط ناس زي كده اللي شغالين في وحدات المرور. وفي قضايا برضه تانية اللي هي بتاعت العربيات بقى، بتبقى عربيات يعني عربيات جايه برضه مهربه او مسروقه، بس بتبقى كميات من العربيات، يعني في قضيه مؤخرا لسه جايبينها
فيها 26 عربية برضو وكلام من ده. يعني في متنوع، شغلنا متنوع وشامل كما بحث قدرها من المرور. تمام. طيب يا فندم، بتواجه حضراتكم أكيد عراقيل وصعوبات، إيه أنواع الصعوبات اللي بتواجهكم على الطريق؟ إن إحنا طبعا عشان حضرتك تتعاملي مع المواطنين طبعا لازم بيبقى في قدر من الكياسة طبعا، إن أنت تتعاملي مع المواطن عشان تقنعيه إن هو يخضع للتحليل وكلام من ده. تمام. فدي طبعا بتبقى يعني إيه، ان انت توصلي للمواطن ان انت بتساعديه، وان انت في نفس الوقت ان احنا بنحافظ على سلامته وسلامه الاشخاص الاخرين بيستخدموا. طب اقول لسيادتك حاجه دلوقتي، في برضو يمكن اتكلمنا في السابق في هذا الموضوع، ثقافه ان دايما المواطن شايف ضابط المباحث او ضابط المرور ده يعني جاي علشان يضايقه خلاص. تمام. بقى بقول لحضرتك الكلام اللي برضو ايه بيقوله المواطنين. بص حضرتك، هو احنا بنتعامل طبعا كضابط مرور او ضابط شرطه عامه ان احنا بنتعامل مع المواطن اكنه اخويا او والدي او والدتي او اختي. هو ده اللي بيحصل، بس انا بتكلم على الثقافه المنقوله للمواطن دي نتيجتها ايه؟ هل نتيجتها اعلام مثلا الاعمال الفنيه اللي بتظهر الضابط بشكل؟ والله هو طبعا جه فتره من الفترات كان الاعلام بيظهرنا في الافلام طبعا وفي الحاجات وفي البرامج ان احنا سيئين جدا، وان ضابط الشرطه ده عدو للناس، وان لكن الحمد لله يعني احنا يعني التعامل مع المواطن دلوقتي في الفتره الاخيره دلوقتي تمام مختلف تماما، وان احنا بنوصل له دايما ان احنا بنتعامل معاه، حتى لما تيجي تسحبي منه الرخصه او تشوفيه او تتعاملي معاه او تفحصي التراخيص بنبدا نتعامل معاه بالراحه كده وبنضحك في وشه وبقى فيه ابتسامه كده. حضرتك هتسحب الرخصه وانت بتضحك في وشه؟ طب انا اقول لحضرتك اللي بيني وبينه اللي بيني وبينه يعني اللي بيني وبين اي مواطن قانون. طيب. انا بطلع الرخصه لو فيها اي مخالفه بسحبها واحنا بنضحك في وشه، اصل ماليش حاجه. ماشي، ما حضرتك هتضحك في وشه وهو مش بيضحك، هو واحد رخصته بتتسحب هيعمل يعني ايه؟ ما هو لازم برضه اكيد هيتتعرض لاي حاجه يعني لاي برضه بنحاول نمتصها، عشان كده بقول لحضرتك ان احنا بنضحك في وشه عشان نحاول نمتص اي حاجه المواطن مثلا متضايق لان عارف ان هو هيدفع مخالفه في الاخر، او لو ما دفعش مخالفه فوريه هيدفعها في النيابه هتبقى مضاعفه عن قيمه المخالفه الحاليه. تمام. فمتضايق، بس انا ده دوري، ده واجبي. لا واجبي، ما اقدرش ان انا اثر فيه. هو لازم طبعا يتعامل، بس انا بقول لحضرتك عشان ايه دلوقتي ناس الشباب يقول لك حد بيسحب رخصتي هبقى مبسوط يعني. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنتعامل مع المواطن كانه اخويا. طيب. او والدي. المواطن اللي انا بشوف رخصه ده زي اخويا زي والدي، يعني اذا ما كنتش انا اللي بعمل معاه كده هيبقى غيري برضو ظابط زميل ظابط، يعني ايه في اطار ان احنا كلنا لازم نبقى منظومه العمل بتاعه الضباط الشرطه عامه، لان في يبقى في احترام متبادل ما بين الضابط وما بين المواطن. تمام. هل في عراقيل اخرى بتقابلكم في يعني والله في يعني اثناء العمل موقف اي يعني حاجه؟ اكيد في مشاكل يعني، مش ممكن الطريق ده طول النهار كده ما فيهوش مشكله. لا هو طبعا حوادث. طبعا حوادث لما بيبقى في حادثه طبعا حادثه في حوادث كبيره بتبقى حادثه عربيه. بتتصرفوا ازاي في اول الحادثه ما تحصل؟ اول حاجه نبدا ننزل الطريق ونشوف مكان الحادثه ونتعامل مع الحادثه طبعا، ان احنا بنرفع العربيه ونحاول نجنبها ونجنب الحموله لو في حموله واقعه على الطريق عشان نقدر ان احنا حتى نشغل الحاره مبدئيا، وبعد كده الحاره لغايه ما الطريق ياخد يمشي بكامل قوته ان شاء الله. ان شاء الله. وبنتمنى التوفيق. نصيحه توجهها للمواطن سياده الرائد في نهايه لقائنا؟ والله انا اهم حاجه طبعا بمناسبه ان احنا واقفين في حمله تحاليل المخدرات، يعني بنصح كل الساده المشاهدين ان كل واحد يحافظ على نفسه. حافظ على نفسه مش عشان المحضر ولا عشان الغرامه ولا عشان اي حاجه، صحتك. عشان صحتك. وعشان المواد المخدره دي بتبقى نهايتها حادثه مؤلمه، حوادث مؤلمه، وخاصه المواد اللي هي الكيميائيه. تمام. هي دي اللي بتبقى حوادثها مؤلمه ومشكله، يعني مش على قده هو بس، لا ده لما بيجي يعمل حادثه بياخد معاه ناس تانية ابرياء ما لهمش ذنب. وفعلا دي حاجه مهمه جدا يا جماعه، ناخد بالنا ما تاذوش نفسكم وتاذوا اللي حواليكم. مش شطاره ان انت تهرب من اللجنه وتهرب من الحمله وبعد كده تتعاطى مخدرات. لا هو الحملات بقت كتير حضرتك، يعني ما حدش يعرف يهرب. مبدئيا انت مش هتعرف تهرب، بس مش شطاره لو مره هربت ولا مرتين هربت، دي مش حاجه كويسه في الاخر. فعلا زي ما سيادة الرائد بيقول هتنتهي بحادث أليم، احنا مش عايزين ده يحصل ابدا ابدا لشبابنا ولا بناتنا. في النهايه بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتحيه سياده الرائد محمد أباظة رئيس مباحث طريق اسماعيليه بالاداره العامه. شكرا لك. شكرا لك. ايه رايك في الحمله النهارده او الحملات اللي بتتعمل لقياس المخدرات في الشوارع او السائقين قائدي المركبات؟
والله انا شايف انها حاجه كويسه، لان هم كده بيقللوا كميه الحوادث اللي موجوده على الطريق، كميه كبيره جدا. طبعا حضرتك شايف ان الحملات اللي بتتعمل دلوقتي على الطرق لقياس يعني المخدرات ومعدلات المخدرات للسائقين المركبات كلها حتى الملاكي، شايفها ازاي؟ انا شايفها ان دي احسن حاجه بتتعمل دلوقتي في مصر، يعني كل الحاجات دي بتريحنا احنا نفسيا احسن من الفوضى اللي كانت موجوده قبل كده. حضرتك عندك اولاد؟ عندي ربيع وايات. لا الصغيرين. طيب حضرتك اكيد عايز تطمن على اولادك على الطرق بعد طبعا الحوادث، ربنا يعافي اطفالنا كلهم اللي حصلت. حضرتك شايف يعني تقول ايه للمسؤولين على المرور وعن الطرق؟ والله احنا متشكرين قوي في الوقت الحالي، ان انا ملاحظ الكلام ده بقى له فتره ابتدى انه يكتر على الطرق وبتدينا احنا امان. يعني انا بمشي مثلا طريق حدائق القبة لغايه الخانكه بلاقي لجن في اماكن صعب ان تكون موجوده اساسا، والصحراء بتبقى موجوده وفي ناس بتبيع مخدرات وبتبيع ده وبتبيع ده، هم بيتجنبوا الكلام ده كله وفعلا فعلا بيهتموا بالكلام ده كله. بيعلن عن بعض الارقام للابلاغ، حضرتك شايف ان المواطن يتعاون مع رجل المرور ورجل الشرطه ويبلغ عن المخالفات دي ولا ملوش دعوه يقول انا مالي؟ لا هو يستحسن ان انا لازم ابلغ واهتم بالكلام ده، لان ده في مصلحه بلدي، على الاقل بنعرف نظبط الناس اللي بتخرب فيه. طيب حضرتك توجه كلمه لرجال المرور النهارده واحنا واقفين في هذه الحمله، تقول لهم ايه؟ والله انا متشكر جدا لرجال المرور، وارجو ان كل لجنه توقفني وتشوف اللي معايا. ايه رايك النهارده انت معدي على الحمله، ايه رايك في اللي بيحصل ان هم بيقيسوا السواقين اللي بياخدوا مخدرات وحاجات كده على الطريق؟ لا كويس احسن. تعاطى حاجه؟ انا لا خالص، سجاير بس. اتعمل معاك قبل كده ان هم قاسوا عندك او اتعمل لك تحديد؟ لا. طلب منك هتقول ايه؟ عادي مش مهم، ما كده كده بتلف في المرور عادي. انت بتنقل على العربيه دي بلاط؟ بتنقل حموله اكتر من حمولتك؟ لا لا. مشاهدينا، وبعد لما شفنا هذه الفقرة الخاصة جدا ببرنامجكم صباح دريم، اعتقد ان في حقائق كثيرة تكشفت عن رجال المرور النهاردة واحنا على طريق الاسماعيلية، شفنا حاجات كثيرة جدا سواء من المواطن او من رجل المرور. عرفنا ان المواطن ورجل المرور الاثنين لازم يتعاونوا والاثنين لازم يكونوا حاجة واحدة. المواطنين متجاوبين جدا الا طبعا من يخالف القانون، عايزين تجاوب اكتر، عايزين ننهض بهذه المؤسسة، مؤسسة المرور يتعاون فيها كل من وزارة الصحة، وزارة البيئة، وأيضا وزارة التربية والتعليم. أهم حاجة لازم نشوف بعد كده بلدنا أفضل بمرور أفضل وطرق أفضل.